Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu mana ya Karena aku nih Amri Vlog Seperti biasa ya Aku harap ngaji mana Muka-muka Konco-konco Gak bosen-bosen aku ngaji Lah muka-muka Bacaan Al-Quran Iki bermanfaat Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Buat teman-teman Yang selalu ngasih dukungan Ngasih support di channel saya Dan yang selalu nonton video saya Mudah-mudahan Teman-teman semua Selalu diberi kesehatan di kelancaran rezeki, lancar segala urusannya. Amin, ya Rabbal 'Alamin. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel saya, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Terima kasih. Nah, sekarang kita belajar ngaji lagi, ya, teman-teman. Ya, semoga kita semua mendapatkan berkah barokahnya dalam membaca Al-Quran. Amin, ya Rabbal 'Alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ عسده واستوى عيته حكما وعلما وقال لك نزل المحسنين ودخل المدينة على غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يَلتنا هذا من سيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من سيعته على الذين من عدوه فوقسه موسى وقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مدل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ضحيرا للمجرمين فأسبح في الماضينة خائفا يترقبوا فإذا الذين استصروا بالعمس قال له موسى إنك لغوي مبين فلما عن أراد أن يبسس باللضيق وعدو لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نمسا بالعمش إن تريد إلا أن تكون جبارا في العرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملاء تعتمرك بك ليقتلك فاحدث إن لك من الناشئين فخرج منها عفوا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت تلقى عمديا قال عسى ربي أن يحديني سواء السبيل ولما ورد ما مدينا وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين أو دردا قال ما خطبكما قد لنا لا تسقي حتى يصدر الرعاه وأبونا شيء كبير لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاعته إهدهما ترزي على أَلَسْتِ قالت إن عَمِيَّتُكَ ليجزيك يجسيك عجرا سبقا سقيت لنا فلما جاعه وقص عليه القصاص قال لا تخف نحجت من القوم الظالمين. قال اهدهما يا عبد استحجروا ان غير من استحجر ذا القوي الامين. قال اني اريد انكحك عند النبي هذين على فإن أدممت ان تجرني الزمان يا فان اتممت عشرا مني إندق وما أريد أن أسوق عليك ستجد إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيام العزلين فقضينا فقضينا فلا أدوان عليا والله على ما تقول وكيل فلما قضى موسى العزل وشار بأهله آنس من جانب الثور نَارٌ قال لعلي إمكس إني آنست نارا علي هاديكم من حب أو جذوة من النار لعلكم تظلمون فلما عداها نوري من سادي الوادي العيمان في البقعة المباركة من السجرة أيام موسى إني على الله رب العالمين وعن ألقي أصاق فلما رعد حسنه كأنه زن الولا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تحف إنك من الآمنين أسلق يدك في جيبك تحرز بيضاء من غير سوء وادمم إليك جناحك من الحرب وذلك برهانا من ربك إلى فرعون وملائه إنهم كان قوما فاسقين قال رَبِّ إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن تقتلون وأهي هارون هو أعزز مني لسان فأرسله من يرد يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال تصدق عدوك بأحيك ونزعل لكما سلطانا فلا يسيلون إليكما أَنتُمَ من اتبعكما الغالبون فلما جاءهم ثم بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترون وما سمينا بهذا في أعبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم ممن جاء من إنه ومن تقول له آكبة الدار إنه يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري وأوكد إله يا إله يا آمن على الدين فاجعل لي سرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لعدنه من الكاذبين فاستعمر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان آكمة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Semoga bacaan Al-Quran ini bermanfaat ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.